بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، صاحب إجابة سؤال الحلقة السابقة، هما الأخت الفاضلة صاحبة قناة هدوء فتاة، وقناة عالم ظريف خفيف، وقناة همسات قرآنية. وكما أجابوا النبي الذي جعله الله هو وأمه آية للعالمين هو سيدنا عيسى عليه السلام، وأمه السيدة مريم العذراء، ولهم مني جزيل الشكر والتقدير، ولكل من شاهد الفيديو وعلق عليه له مني جزيل الشكر والتقدير. وسؤال حلقة اليوم: من هم أولي العزم من الرسل؟ هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.